ففعلا سبت شغلي وبدأت منصة كتبنا، عملت ويب سايت وموبايل ابلكيشن، اي حد بمعنى اي حد يقدر ينشر من عليه كتابه الكترونيا ويوصل للناس. في 23 ابريل 2015 كانت البلاتفورم او المنصه دي موجوده. من ساعتها لغايه النهارده نشرنا 510 كتاب لاكثر من 470 مؤلف من كل حته في العالم العربي. الكتب دي تم شرائها وقراءتها اكثر من 30,000 مره. بيتابعنا على الفيسبوك حوالي 200,000 شخص ما بين قارئ وكاتب. الميزه ان احنا بندي للكاتب النسبة الاكبر بالنسبة للمبيعات بتاعته، بندي له 60% واحنا بناخد 40%. من الميزات التانية ان هو بيدفع اشتراك سنوي ضئيل جدا وقيمته 200 جنيه مصري مقابل ان هو ينشر اي عدد من الكتب على المنصة دي خلال سنة بس انتوا بتختاروا كاملة. الكتب دي ولا اي حد؟ يعني انا لو جيت لك الصبح تمام قلت لك استاذ محمد انا عايز انشر كتاب. تمام بالنسبة للنشر الالكتروني عندنا ثلاث معايير فقط. الثلاث معايير دولت لا يختصوا اطلاقا بجوده او موضوع الكتاب. الثلاث معايير دولت، اول معيار ان احنا نضمن ان الكتاب ده اوريجينال، مش مسروق، مش معمول كوبي الحاجات، وبنلجأ لوسائل تكنولوجيه معينه عشان نعرف دوت. الحاجه الثانيه ان الكتاب معمول له فورماتنج متنسق بطريقه صحيحه علشان يظهر على ابلكيشن او على الويب سايت بطريقه مظبوطه، سواء حجم الفونت ونوعه الى اخره، وجود غلاف، وجود دي جدول مهمه محتويات. الكاتب مش نعم كده؟ بالظبط، يعني هو بيجيب لك الكتاب جاهز. بالظبط كده.